مبروك علينا وعلى مصر كلها وعلى السينما في العالم كله. ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي الكبير في دورته 36، عايزة أتكلم باسم لجنة تحكيم آفاق السينما العربية إن إحنا فخورين جدا جدا بمخرجين وشباب السينما العربية، لأنها في حالة تدفق كبيرة جدا مليئة بالحيوية والإيجابية. حقيقي من كل المخرجين السنة دي الأعمال كانت متميزة ومليانة بمشاكلنا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومتعالجة بشكل إيجابي ومتفائل وقوة وصلابة. فاستمتعنا جدا في اللجنة. And above all, Najwa Najjar, مخرجة الفيلم, for trusting me, لثقتها فيا. لكن قبل كل ده, أهل فلسطين اللي حبهم غمرني, قولها باللهجة الفلسطيني. The Palestinian people for their love that surrounded me. وكلمة أخيرة. زي ما طارق في فيلم عيون الحرامية اكتشف إن الحياة قصيرة قوي. As Tariq in Eyes of a Thief discovered that life is too short. اللي بيتبقى مننا بعد ما بنمشي من الحياة ده هي فقط حبنا. What we leave on this planet when we leave this life is just our love.